لازمنا نحافظوا على البحر ولما يصطادوا السلحفاتات البحرية. الأرشيبيل دي زيل كوريات دونك متكونة من زوج جزر بعد 18 كيلومتر على المنستير الصغيرة اللي موجود فيها السياحة والكبيرة اللي فيها الفنار واللي هي باز ميليتير. جزر قورية مهمين من ناحية الثراء البيولوجي، من أهم الحاجات الموجودة أنها هي محاطة ريسيف بارير دو بوزيدوني بوتيتر أكبر واحد على الشيل الميديترانية. أوسي سي لو سول سيت ستابل دو نيديفيكاسيون دو لا تورتو مارين كاوان. جزر قورية مهمين زادة بالنسبة للتعشيش وإلا الباساج دي زوازو مارا ميغراتور. لاني دارنيير انا ايدنتيفي بريسك 70 اسبيس لي زابيتا دو بوزيدوني. سي ان سيت دو نورسري بور لي بواسون، سي بور سا كي فو فريمون لي بروتيجي. جيت مع نوتر جراند بلو هذه اول مره، غادي نعملوا فان فورماسيون على الغطس وعلى الفكرون وعلى الطح، معناها على الحشيش شنو الفايده نتاعو. اول حاجه لازمنا نحافظوا على البحر باش ما يضروش الحيوانات نتاعو وباش ما يتلوثش هو ايضا، وتخليهم معناتها يحطوا الفقس والعظم نتاعهم يخبيهم غاديك، وذاك المهرب نتاعهم كي يجي حد باش ياكلهم. ما نرميوش البلاستيك على خاطر فم عنا الفكان لهنا موجودين خاصة في قورية، كيش يجيوا الفكان بشي روك شكارة البلاستيك يسخيفوهن الشتاء بشي يكلوها وهما بشي يضروا. مراقب بيئة الدورة متاعو لهنا في جزر قورية هو يعني السنسيبيليزاسيون الجستيون دي سيت واميناجمون دي سيت، دونك من أهم الأعمال اللي نقوموا بها هي توعية الزائرين. قوموا معناتها بديو كومبمون سيونتيفيك سيرتو للصغار وحتى للكبار، كيما اللي صار توا معناتها مع الكومبمون سيونتيفيك اللي مع الميديا واللي مع صغار البحارة. المسلك البحري هو يعني نشاط يعني ايكوتوريستيك، الأوبجيكتيف منها هو معناتها الديكوفيرت دو ميليو مارين. اليوم خاطر يزينا من السياحة معناتها الشاطئية في تونس، نحبوا على السياحة البديلة، السياحة معناتها المسؤولة. بالنسبة للسلاحف البحرية السنة عندنا 40 عش بين لي دو كوريات. بالنسبة للمتابعة تعشيش السلاحف اللي تبدأ من أواخر ماي حتى الأواخر سبتمبر، تكون الفريق متواجد يعني الفريق متكون من جمعية أزرقون الكبير ووكالة حماية وتهيئة شريط الساحلي اللي هي اليونيتي دو جيستيون كونجوانت، متواجدين هنا برسك مع البلانسو لي فولونتير لي زيتيديون متواجدين كل ليلة هنا لمتابعة التعشيش حتى عملية التفقيس. كما شفنا البارح نعملوا كومبينيزون بين الترافاي سيونتيفيك والترافاي تاع سونسيبيليزاسيون باش كيبداو لي فيزيتور المتواجدين هنا يحضروا على الرولاشي نتاع لي بيبي، منها نعطيو قيمة الجزيرة متاعنا من ناحية العلمية وزادة من ناحية السياحة الإيكولوجية. علاش احنا نجيو؟ معناتها نجيو باش نشوفوا، خاطر كي تشوف بعينيك وتعيشها وقتها تمسك اكثر الحكايه، وهذاك اللي يخليك من بعد انت تخمم في الطبيعه، تخمم باش تحافظ على الطبيعه، باش تحافظ على البيئه نتاعنا، باش تقعد ديما نظيفه. لازم تشوف بعينيك. هذاك علاش يمكن جمعيه هذيا تستضيف لي ميديا، تستضيف الناس الكل، معناتها بيبانها مفتوحه للناس الكل الزوار نتاع قورية باش يعيشوا التجارب هذوما، باش يحسوهم اكثر معناتها بقيمة الثروات الطبيعية اللي عنا في بلادنا واللي يلزم نستحفظوا عليهم. إذاك علاش مهم ياسر أنه لي ميديا يكونوا حاضرين، على خاطر احنا موجودين لهنا باش ننقلوا الصور هذية لزوديتور متاعنا احنا في جوهرة FM ولا لي ميديا الأخرين، معناتها ينقلوا الصورة هذية باش الناس تشوف قداش بلادنا غنية، قداش عنا ثروات فيها اللي يلزمنا نستحفظوا عليها تو سامبلومون. Donc le SPARAC appuie les actions de conservation sur les îles Kuriat. Et puis il y a l'association Notre Grand Bleu qui constitue avec l'APAL un partenariat un peu original et particulier qui constitue un modèle pour les pays du Sud en matière de co-gestion pour la gestion des îles Kuriat qui sont en cours de déclaration officielle pour en tant qu'aire marine protégée. بالنسبة للبلان دو جيستيون اللي في جزر قورية، الحاجة الباهية فيه اللي يلم جميع الأطراف على نفس الطاولة، يبدأ من البحار حتى المؤسسات العلمية الكبيرة، يلم جميع الأطراف كل قاعدين على حاجة برك كيفاش التصرف في جزيرة قورية بطريقة مستدامة. اللي صار ما بين نوتر جراند بلو واللي صار في قورية هو اكزامبل نتاع مجتمع مدني كي بيان سور بروفيتي من الثورة. لقينا سلطة جهوية متحمسة
باش تعمل امباكت بوزيتيف مع لونفيرومون. كيف كيف جات معاها سلطة محلية منتخبة حديثا تكونت معاهم دونك ما بين المجتمع المدني والسلطة الجهوية والسلطة المحلية. اول اكزامبل نتاع كوميتي دابوي على جيستيون دون فيتور اير مارين بروتيجي, وهذا زاد الى انجندري لا كرياسيون دو كونساي ناسيونال دي زير مارين بروتيجي كي دوني لوردر عطيه الامر باش يعمل دونك انشاء اربع محميات بحريه في تونس اللي منهم جزيره قوريا. il y a une philosophie, une stratégie de co-gestion très bien appliquée. Parce qu'il y a plusieurs activités sur place. Pas loin, il y a des grandes fermes aquacoles, il y a le tourisme et il y a la pêche artisanale. Donc l'effort qui a été fait par les Grands Bleus, c'est vraiment de gérer de manière, disons, équilibrée le système. Et l'idée de protéger des îles comme ça, c'est très important et ça tombe bien avec les ODD, c'est-à-dire les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, dans lequel dit que d'ici 2030, il faut augmenter de manière importante les zones marines protégées.